اللي واخد عقلك. بحب يا خميس، بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح دابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبه هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكحة لحد ما يروح القهوة ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحة. ما شاء الله ما شاء الله يا أساتذة. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوة؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوة وكمان شيشة؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنة. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. ودي شفت اهو. ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها 5 دقايق. تفضل يا استاذ حسين، تفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول يا راجل برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. امشي انت وهو بره. مدرسين خدع. طب خد الزمار. بره. طب خد الزمار ده. بره يا فندم انت. خد الزمار يا خميس. بره. اكيد الوزاره مستقصداني. والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى. منى. جري يا بنتي. مالك كملي بقيت لبسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله. دي موضه تكسب دي. يعني احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم. وهي يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا رخرة. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم لي اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي يا بابا. بس باخدها على قد عقلها. سترك ربو على بالفضل. انا فوت في السيرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت راجل، انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني اصل جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ امال شيلش جزر. ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس. هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده ما بلبسه بقى زي حانوتي الخواجات بالظبط. يا تعالى هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكس ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم. والله يا عاد ملعونه بالسموك الصبر اللي شار عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا على فكره. تقدر تقول لي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايي؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول لي يا زوز. حقك عليا. أصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي أنا جاي أزوركم في البيت الساعة 8. كنت أقول له استنى لما أخد رأي.
رأي الست هانم اللي موجودة في البيت؟ وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا كنت اقوله كده، السكة اتقطعت والحرارة هربت. بقى الحرارة هربت؟ والنبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف رايس كده في الحتة وكل راجل فايت اقول له والنبي ما شوفش حرارة يا عم، والنبي ما شوفش حرارة يا عم. ايوه كل بقى الحلاوة كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطة. ولا اقول لك بلاش البرنيطة عشان البنت الخايبة نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس الصبطانية. حط لها ونجار على المطبخ. نعم لازم خدمه. هو في الحقيقه انا كنت جاي طالب ايد الانسه منى، وانا كل امل ان المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو لما اخذ معلم شوشو مش كان واجب برضه تقول لنا علشان اقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده؟ كلام احنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا استاذ خش في الموضوع. انا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسى منى. هو كلمنا انا هنا. شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفتة يعني عايز افهم؟ مش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوها؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم. حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا، وبعدين طار في الهوا. امي كانت زعلانه بشكل، قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين. داعي لا تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا اما؟ مش معقول. فين المعلم عاشور؟ مين ابويا؟ حكم انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ابا. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمه؟ كلمه؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسيه؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسه على بختي؟ زوزو خف شويه مش كده. انكتم انت ليتك مش فايته النهارده. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمك كل حاجه. افهمني كل حاجه. ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت بتستني كده؟ انا اللي عايز اطلع على النبي. مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص. واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه كمان. انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى استاذ؟ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي امتلت دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفاهم؟ بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوتكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. اتفضل. عاجبك كده يا بابا؟ بصراحه ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. انت سامعاها وهي بتقول في مش يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسه مش سلخانه. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار.
وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس، كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، وإلا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم، قعدك من النهاردة صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم، إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم. مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله، حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم، يلا يا أستاذ حسين، يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، أنت الأول. أعوذ بالله يا راجل. ده أنا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. لا إنما أنت أستاذ تاريخ، ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين، يلا اعتذر لحضرة الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين، بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله ما في داعي يعني. يلا انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم انت وهو على حصتك. مدرسين خرده وحياه النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المره دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. انت برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة، حتى التليفون كل ما اطلب النمرة ترد عليها لما تسماش. اروح اقفل السك. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الولية ما اتجوزها من وراي. طب اسمع، تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصة السادسة تاخدني تفقعني غدوة على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايرة، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. الو الو اختي، الو ما ترد يا جبان، اتكلم يا باجن، انطق يا مغفل. اهو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبه كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5. اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد يا خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هاي الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب جاي اهو يا باي. ايه ده؟ خف ايدك شوية. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو قول بقى. نهار كشف يا استهانه. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك. تعالى. كل يوم والتاني خسرانجك ومصيبه. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوتكم. احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمه يا مدام. شكرا. الله ده الحراره. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشر عليك. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف عنك. ده ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه.
أستاذ محمود. أيوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. فرشة الألواز؟ يا ريت بس سخنه. سيبت وقفة تتصننت على إيه؟ تتصننت على إيه؟ فين المخبط؟ الخشيت أمر إيه؟ امشي بقى. دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعه ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين منى مش قادره اصبر اكتر من كده. منها لله همك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت. بتغلي يا اسطى. بص انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمة يعني ايه؟ مؤاخذة يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. حط ايه؟ النصران الاول. ايوه. اللي انت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه. مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه. لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو هادو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وين بيعملوا ده؟ عليا النعمة الهريك وأنا هنا. اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضليع في اللغه العربيه. افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. طب اتفضل ادخل. صباح الخير يا عادل ناصر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضره الناصر حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقيلة الحياة دي؟ مسخرة يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجة. استاذ خميس. افندم. اهي. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليه؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشرشل بيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحده متجوزه من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فندم. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسه منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضه يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزاره والا. من غير والا يا فندم. انا هوديها بنفسي. ومش هتنقل من الوزارة إلا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. مع ألف سلامة. الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى إيه؟ شكوى المدام بعتها فيكم أنتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وأنا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس أنا ما بحبهاش. هو اللي بيحبها يا بيه.
يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيسمع مني انا بس، اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، ايه اللي تنكر وما تنكرش؟ بقولك بحبها 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 بحبها. ششت يا جدع يا جدع، اسكت شوية وبطل بحبها بحبها، اما تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل. يا خميس يا اخويا. ششت سيد الناظر، انما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر، الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. أنا بكلم جد. ما أنا عارف، ما تبقى تيجي. طيب، أنا كنت بقول إيه؟ غبار. لا غبارة عليها، وأنا رجل عاطفي، لا أطيق فراق المحبين، فيا حبزقة، اظرم بقى لو أن. انكتم، ما تقلبش دماغي. يبقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباها لك اسم خاده. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش، بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركة الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم والا. من غير والا. هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل. روح يا شيخ، روح ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. بقيت فين؟ الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف، خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفدينا انا. امبوسيبل. واي امبوسيبل؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. لا هيجي لك هستيريا في نفوخك منك. لو اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها ايه؟ الوليه راحت فين؟ مش عارف يا ست ظريفه. ست ظريفه، ست ظريفه، الوليه اتكلت على الله. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالانقاذ والمطاف يا رجاله. ما تتعبوش نفسيكم، الخيره فيما اختاره الله. ايه يلا اتكل على الله. حاسب يا اخويا تراث. انقذت حياتي. يلا يا سيدي، انقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد العذر. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامه. اجيب لك قهوه بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوه، الله يخرب بيت مخك. هات لي حاجه ساقعه وحاجه رشيشه وحصلني على فوق. حالا. عينيا. يلا. بدل قال وسموكس وفي اجدع من البلدي. بناخدكم زي ما خدها. مش عارف سموكس سموكس. مش عارف. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله ادان. ولع معلم اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، يا جماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النبي اللي تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟
سايق. ايوه يا معلم شوشو. عاشور لاخره معينه. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور. غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضه عاوز استئذان برضه يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه ولا ايه؟ معاك حق، بس برضه الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقه انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي؟ انا موافقه ولا انت هتتمحك زي عوايده؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيفه مضروب. شوف يا مولى، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا بنوته. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه؟ كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد ما عرفتش نقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد ما عرفتش نقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه اتخاد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهارده ابيض. النبي
النبي حسين النبي توبة توبة ان كنت اربع تاني توبة توبة والنبي توبة ايوه يا واد وعرفت تنقي ايوه يا واد خدت الاموره يا ايه اللي بتعمله ده قليل الحي مش تختلش عيب لا ده الموضوع مش موضوع اربعه بقى رد عليا هنا ايه اللي بتحببه في البنطلون ده بفك الزرار عشان اقلعه ايه اتقلعت دماغك من جسمك طب بتقلع قدام يا واد مش تختلش عيب يعني انام بهدومي شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده ايه ده هي حصلت الشبشب لا ده ايه ده ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي انت بتكلم نفسك بنفس مين هي نفس شلق كده بكلم امك يا ست هاني والله العظيم بكلم امك يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها امك رجعت تاني رجعت تاني ازاي بس ده مش مصدقاني امك رجعت اكيد ما حدش يقدر يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار قامت رجعت لنا تاني طردوها من فوق قطع مش مصدقاني والله العظيم امك اهي واعده ليه زهر ده قطع السرير يا حبيبي السرير فاضي اه بس اما اشوف هو مين حنوت الكلب اللي دفنها كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده الله هنا هنا تعالى هنا رايح فين انت ولا انت مش اتكلت على الله ونزلت في البكابورت وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس الحمد لله امال ايه اللي جابك تاني خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى يا بنت اهدي امال تحسين معذور اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالساهل يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه ايوه مين تحسين اللهم اجعله خير حد يخرج في ليله زي دي مالك يا تحسين مش موافق على الجواز معقوله دي منى بتحبك انا بتكلم عن امها امها مين ده كله في المجاري يابا ولا انت ناسي تصور تقول انت فاهم يا ابن حفيظ ان ملهاش ام تحميها ده بعدك هي مين اللي قالت لك كده حفيظ ظريفه يا سلام والمصيبه لما جيت اقلع هدومي انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي ايوه مش كده برضه ولا ايه لا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه ده اكيد عملت لي فضيحه راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يعني للحياه هو انت ما عندكش دم ما عندكش خشه مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين يا خميس بقول لك امها امها انت اتجوزت امها يا تحسين امها ايه لا انا متجوز بنتها فبنتها تقول ابقى انا مراد جوز امها يعني انا وجوز بنت امها في الجوز انت عارفني ليه اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه فنجان اسبرين وقهوه اقول لها رجعت تاني ازاي تقول لي خدت اجازه مفتوحه شوف الحلاوه لا حول ولا قوه الا بالله بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها اعمل لك فنجان قهوه ايه يا خميس انا عايز اذكر عشان انساها عايز اربع عاوزي اربع اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب ايه ده منى ده يا بنتي مش معقول كده خشي نميلك شويه ده احنا بقينا وش الفجر يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه البركه في امك صدقي بالله يا منى انا ليلة دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير ده غير ازازتين طافية وازازتين عرقي وبوظة كمان وكل ده عشان انسى انك تطشت في مزاني واتجوزتها ونسيت يا بابا كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن ابص لها افوق وفضلت على دي الحال اطلطش واتوزن وافوق اطلطش واتوزن وافوق اطلطش واتوزن وافوق لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي
ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى، انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خش استريح شويه والصباح رباح. قربي مني شوية يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعة حد. هقول لحمد عظم يا خميس. يو انا بغير بقى بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اسحب فوق تحسين. تحسين تحسين امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. الا بالله. الله يرحمك يا امي. كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. هم فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى له حاجه. الف مبروك العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكره معزه تايهه؟ العريس اهو اتفضلوا استلموه لانه من ساعه كان امضوا لي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف قوي يا حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي. اصل الواد خميس قبل كاتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفت. حقك عليا يا حبيبتي. انا عازماكوا على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكوا في احسن.
ابدا لازم بالترباس، اصلي يا روحي نويت من بكره امنع كل كلام الناس. حقق من ناس اقوى من بلاويها، اما دي حق عليها لسان، عايزه جنازه وتشبع فيها لا تنور هي على العرسان. قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حالة نفسية، معرف اسمي ان كان تحسين ولا تغير بقى حسنية. فهم غلط كان الظروف، حط النقط فوق الحروف وقلي وريح قلبي طمن ظهر شبابي. كنت الاول سلبي من دلوقتي ايجابي، عارفه السبع بتاع الغابه لو اقول اكون كذابه. تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه قرابه، والعشرين زيه يهزوني يومي يطبعوا يجروا لو يشوفوني. اللي كان واللي حصل الجو يرق والنور وصل، بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من كل حبايب زينا. حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد، بريء التمام من الاتهام وبقيت عليه مطمنة. مين في الحبايب زينا، مين في الحبايب زينا. احم احم احنا هنا ليلتك ليلة دي عدالي. شوف الحلاوة، هتفضل قعدالي. شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى. وردة حلوة. حماتك. بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اغس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليا اوف ابو دنين؟ انا اوف ابو دنين؟ الله يطلعك يا تحسين.
انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. ها معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي اتحيا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذه، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء، وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده، تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا على اخر الزمن؟ كلام اسحيل لما كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت واخد لي بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل باب عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال تعال معانا. يلا يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا وفي الحمد لله اللي لازق في دخلوه يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. في صحتك. اتفضل. أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وإيه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. ده
اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. مش انا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيفي انت، ها؟ قلتي ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. 5 دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 5 سنين. هوب بان بانز هات ذا روز مي هو حنيع. الدكتور قال معاه بيعون. قلت ايه؟ انت رايح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزة عشاني، ده عشانه هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا، ها؟ احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا هشوف حد لك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي، ها؟ اتفضل يا مالك. اتفضلي. سعاده البيه، المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه، نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ انت قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى. اوعى انا هتخرب بقى. يوه جتني تاني. انت ادب. جتني تاني. ادب نسوة تشيش. يا راجل يا كلب. جاي اهو. ايه يا انت اهو. ايه تقعد كده الله يلعنه. خير طمني. فوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل، وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا انا مالي باللي بتقوله ده كله؟ طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايوه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك ضعوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليك عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيانه. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا. اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول بحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبيني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها زين لولا. اه هي دي زين لولا. ايوه انا بتاعت التجربه يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانيه واحده. ايه في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضه قوي. عريضه مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفه شارع عماد الدين على رجل واحد. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس، انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف. يلا تعالى يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لا عاوز حاجه ولا حد. هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني. اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا معايا كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا حتى هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم. لا ما هو انا بقى هفهمك. انا هفهمك الحاجه. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الركال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله من غيرك ليا. يا اختي يا شرباتو، اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب توابات وتموت موتات، وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضار، وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم. يا مغيث يا بوليس، دوغان هربان، دوغان هربان. خليك هنا، خليك بلاش تفارق، طوعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عنجز روح. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكوني يا جميل مكسوم صارت ليام، تعالي لي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، عندي كلام بدي اقولك. عايزه تقولي ايه؟ اخلصي. طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتروح. عيش واموت، اموت وانا اموت موزيل. عيبتني على وش جواز، اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاز، وانا بترجع وبحيله وانت العشت الخباز. لا وحتى بقيت مش طايله، وانا اجيب لك على بهداد واعمل لك اللي بنايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحشوا عيوني، دول مش عايزين يشوفوكي. يا اللي مش عليه مكتوبة وبعادك عني رتوبة، طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زحقة.
لا انا انا ما تفكرش فيها ودي شوفها صفا. لا انا انا هي اولى بيها ومن استاهل صفا. لا انا انا يا معلم يا حنين يا معلم يا كل يا نار زي بعضه روحنا في داهية. احضني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب. بقول لك ايه؟ تعال هنا. فين يا معلم؟ تعال. لا انا فين؟ خش الاوضه دي. لا لا تعال معايا. هو هنا هو معايا. ايش ده؟ مش طالبين على ايه بس؟ حاضر. فين؟ شوف اهلا يا جو اهلا بيك ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي ها؟ قلت لمنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وجيت اشوف تحسين هي قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوب. عيان؟ يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي مش عايز ده الحراره مالكش تشوفها مفيش داعي. مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي بس والله. ده انت غالي عليا. الله يخليك انا عارف ان انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه مش عايز. الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ اوضه يعني انا بقى انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عميتك السودة دي. وربنا يذوب انا بريء. اخر ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه فاهمني؟ فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسير مني وتحكد عليا؟ سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف. يا خيبتكو يا خيبتكم مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفهم؟ اهو ده اللي حاصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت تستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا ولد انت اسكت. بس يا معلم هو انا اتكلم الو كباريس صار المراهق مدام نونا من فضلك. نونا اهلا نونا ازيك يا نونا يا بنتي طعم انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. هاي اي خدمه؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجله ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استهاني؟ أكيد حضرتك غلطانة، أنا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. إن كان يلزمك حصة أنا تحت أمري. أوكي، أوكي. أنا مدرس تاريخ، مش مدرس طبيخ. أنت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مرة بابليون برابرت كان نازل يشتري معسل. راح عند الراجل بتاع فبرفرهم برابرت ما لقاش الراجل بتاع معسل. أم قالت له أنت ما لقيتش. أم باب يوم برافو رباح. عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا ولا خف شوية عليا خف شوية. يا معلم دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين؟ بعد إبراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده يا دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. وايه ده يا نصر؟ دي بتحضنه. خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه السرياوسي بعد ذات السماك هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه والسيبه العراجل والسيبه العراجل.
الراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول زي ما عجبك. قول ولك هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايزين استاذ. ايه العمال اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين، ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي لا. خش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخره يا معلم. اهدى يا زوبه، الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه، الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق تحت السرير بكسف اقول. ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد راسي، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبه، بلاش. احسن احنا الاتنين طايشين، وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحده. خش انت روح، خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك. على مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ طلعها. ده بعدك. خلاص والنبي لأكون شاربة من دمك النهاردة. اعمل فيكي ايه؟ اموتك كمان مره؟
تعال انزل. تعال تعال هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه؟ تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى التراوة كده ليه؟ انا حاسس بتراوة. ايه يا وليه انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويس؟ لا كده اعطس بقى وكده احكاية. ايوه باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. خليك كده يا خالي. يا ولية هات الهدوم وإلا حتى أضرب فيك لغاية ما أبلغ. يا خالتك يا لودوم يا لودوم يا حلوة. يا ولية هات هاتي بقول لك هاتي بقول لك الهدوم حتى مش هحصلك طيب حتى أضرب فيك لغاية ما أبلغ. إيه بس إيه أنت زعلت يا حبيبي؟ عبد البرش انت الكرسي يروح. باي باي جود باي باي باي. يا ولية ما صحش، يا ولية هات الهدوء. يا ولية راحت فين؟ يا ولية هات الهدوء. يا ولية يا ولية ما صحش كده، هبرط. يا ولية هبرط كده. سيب ال سيب سيب ال يا ولية هات ال بصي لي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود الشرطة اهو. يا ولية احتش على دمك وهات البتاع. بعيد خليك الشرطة خليك كده على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ ما حدش ينزل الحمام بهدومه الداخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. غصب عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. ايوه يا الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك طلعوا الحريم طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا تعال تعال. ايه الحكايه؟ هو مسجل معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قلع يا بيه قلع. انت سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام. في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع. وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 بس. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل.
وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي لما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا اسرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحسين. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعي شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. الله يرحم رحيم. ايه ده؟ تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فضلك. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما؟ تاخدي ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها. سامعه؟ تحسين. سامعه رقه ماما وظرفها وخفه دمها؟ بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع. فرخه محمره. بس مش من بتوع الجمعية، أنا عارفاهم. فرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. هتلاقي مكرونة سباكيتي وفرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. نعم. وهتلاقي بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. إحنا بقى تجيب لنا اثنين شوربة فراخ من اللي أمك مش مربياهم. وبعدين بقى؟ واثنين اسكالوب بانيه من اللي أبوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عارفه غم هنا بقى. تحت أمرك. يلا. منورة يا حماد. مالكش داعي. الاسباكيتي والفراخ بتاعت امي احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المرضوح. دي مراتك اللي مربياها. ايه ده قاعد وفصصت ولا ايه؟ اتفضل اتفضل شيف شغلك. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا بتدي بابا غنوب؟ اما افترض بس استنى بس حته يا بنت.
انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك. يا ايه واحد برقص مع حماتك ممنوع ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ هتعرفني بيها كمان استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام يا ولية؟ الحقيقة يا ولية. مبسوطة سيفتي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا. مرة جاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يكملك بعقلك اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهد على ابن المهفوفة ده. ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح وساعتها حلاقي الف حلال. استريحتي؟ قوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى انا مطمنة قوي ان مفيش حاجة هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي. فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا اهدى. انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حكايتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحملي يا حبيبي. انا هفرح. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما. لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي. الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعه؟ معلش. تاكسي. اتفضل يا ست هانم. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاها. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاها للوكاندا ست هانم. بقول تحب تطلعي لها للوكاندا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي. 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 حاسبي يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجة؟ اخواننا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. تقول لنا انزلوا. ايه ده؟ بقى اللي بيحصل لنا كله. حد كلمهم؟ البواخة بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا يا بارد. خلاص يا دي. يلا يلا بينا. يلا خلوا عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بالهم؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى. Thank you.
ما هو ما تتكسفيش كده بقى عشان اتكسف انا كمان. دي حاجه جديده عليا. دي حكايه بسيطه خالص. عارفه كل الحكايه ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم مخلفين شويه عيال. طب لخبطني بسرعه والنبي. بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي. تعمل ايه متنايل على عينك؟ حس ده مش غريب عليا يا مالك يا معلم؟ مش عارف معلم ده مين؟ ظريفة الحقوني انا اللي هنتولك راح تتجوز عليا ان ما فرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس هي. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا انا شفتها بعناية. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت قصدي بتاع ارواح ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا دي بسيطة. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصية ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشة وكانت دايما صريفة تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظة بنت مسعدة. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وإنسانية. هندور عليها بهمية. مهم استنى علي شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. أكيد هتلاقوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا أخي تتكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. إيه مظبوطة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا أخويا. الطلب موجود والإرسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركي؟ الوصول تبعتولها الأول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الأنصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبركيت واخد باله. يا بني آدمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبركي أرجوك تحاول. أما من ناحية الأجر أنا هكتر وعناول. وين 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 وين؟ أيوة طبعا إحنا تحت أمره. أها اديله زلابيا اديله زلابيا شوفوا له زلابيا شوفوا له زلابيا. دي ماشية أمي. عدسي وده عدسي أمي والله عدسي أمي. مساء الخير يا جماعة. أمي وحشاني يا أمك وحشاني ودوني لأمي. ازيك يا اما وحشاني. وانت كمان يا ابني. ليه يا اما سيبيني لوحدي ليه؟ ده حال الدنيا يا ابني محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا استاذ حفيظه؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت. اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير كنت عايزني في ايه؟ ظريفه يا اما ظريفه مطهراني في عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانه كلنا يا اسطى حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره. عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعه الملائكه في بعض والشياطين في بعض خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا اما مش عارف اعيش. دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك سيبوها لي انا
انا من زمان معروفة منها. علي النعمة طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيرك. والله يا عاد بتعملوا اجتماعات سرية من ورايا؟ اتجاهك يا ظريفة. نهارك اسود. اللي جابك هنا يا وليا؟ بتعدي صوتك على اقدم منك. مش عاملة حساب للأقدمية يا قبيحة قلة الأدب. يا ناس يا بره ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم. بالعكس هيتجوزها غصب عني. مين ده؟ بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. اديله زلابية. سيبي يا بنتي. بس في واحدة هربانة من عندكم مبهدلنا الدنيا هنا. يا بنتي سيبي يا بنتي. العنوان شارع الشرفة نمرة 4. الحقونا دي مبهدلانة يا ناس. يا بنتي لا ما تخافوش عليا. انا ماسكاها من زمارة رقبتها. اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطة الاتوبيس عشان ارجع لكم ومش عارفة زحمة مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي قدامي. لا ليديز فيرست يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق فسبتهم وهرب وجيت لك. وجيانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف روح لهم تاني. روح اروح لهم. اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني. انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك اطبخ لك اغسل لك هدومك المقيحة دي. ها ايوه ايه؟ ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك. ده انت اصلك ما تعرفنيش. ده انا ههنيك هبسطك هخلف لك عفريت صغنونة انت كده اهو. تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة. هاني ظريفة هانم. ظريفة هانم. صلي على النبي صلي على النبي. خليل ايه؟ حبوتة. بص ايه ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ بص عليك يا خميس سايبني لوحدي انا خايفة. افتح يا خميس. النهاردة الجمعة انا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا انا مروحة. مع السلامة. الى ربنا يخليكي البني ادم اللي حفرتي. كده تهرب مني يا روحي. ست اعملي معروف. اعملي معروف ابوس ايدك ابعد عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادم اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما قايل تعالي وقعتيني. الله قوتي في 7 ارواح. انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيبي الجدع في حالي. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيبي قدام. هتجوزه بس مره واحده قدامي يا ستي. سيبيه يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه؟